السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الخميس 14/9/2023. اليوم راح أصلح رز مشخور بالدجاج المقلي. أحتاج بس فقط بهارات صحيحة. الدجاج لا ترمي الشحم حقها، خلي الشحم عشان تعطيك نكهة. فوح الدجاج سلقه وبعدها طلع الزفر، بعدها نزل عليه البهارات الصحيحة. ما شاء الله على الدجاج نظيف ما في زفر. الدجاج نظيف ما في زفر. انزل عليه البهارات الصحيحة، اضافة معاهم بصل. خلاص قصر عليه وتركه لمدة ربع ساعة على ما يطلع طعم البهارات الصحيحة. هذا فائدة الشحم الدجاج، شوف شلون ما شاء الله كل الشحم طلع. خلاص الدجاج استوت، الحين من شوي يفسخ الفخذ استوت. الآن أصفي، أشيل البهارات، أخلي الماء صافي علشان أسلق العيش فيه. بعد ما صفيت البهارات أنزل الرز المنقوع. أدهن الوجه دهن بكرسي وأسكر عليه لمدة 10 دقائق. أقلي الدجاج، بسم الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، على محمد وآل محمد. الرز صار جاهز. بسم الله بسم الله تبارك الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا مشغولنا. أزين الصحن وأرجع لكم. ما شاء الله تبارك الله، هذا اللي أقول لكم مشهور. ما شاء الله تبارك الله، صارت الدجاج جاهزة. بسم الله على بركة الله. وهذا الرز ما شاء الله عليه، شوف ما شاء الله، أوبر أوبر مش كريم، أوبر ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الرز المشهور بالدجاج المقلي. شو يحتاج له؟ جرجير، يحتاج له 2 ذلير سمطرة وشطة وعطة. ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.